عندنا حد تاني بيقول حلم ان هو قاعد على كرسي امام حمام سباحة، وجنب منه على الارض انسانة تانية بملابس بيتي بتكتب ارقام في دفتر شيكات، او كاتب دفترين شيكات خاصين بيه، وهو منتظر لما تخلص الكتابة هو هيوقع على هذه الشيكات، واخوها قاعد امامه على حافة الحمام السباحة عشان خاطر بعد كده هياخد هو الشيكات. طبعا الكرسي او الجلوس على كرسي في المنام ده بيدل على الفوز في الحياة الاخرة، والانسان هينال رفعة. طبعا كرسي حاجة عالية حلوة، يعني رفعة في هذه الحياة. والحمام وحمام السباحة ده يعني طبعا ده مية بتعمل نظافة بتعمل طهارة، فهو بيعمل يعني مسألة غسيل الأجسام، كما أن المسجد بيغسل الذنوب، فده دليل على خير بالنسبة للشخص اللي قاعد على الكرسي أمام حمام السباحة. لكن مسألة الشيكات ديت هي اللي فيها خطر عليه، أو إن هي مسألة بيرمز أو دلالتها إن في يأس أو فقدان شيء في حياته، عمل أو حاجة زي كده. لكن في المجمل يعني أرجو إنه يكون خير من الله سبحانه وتعالى. عندنا حلم